هاي الحيلة. بعد الساعات الأولى من الزلزال الذي حصل يوم الاثنين وبعد اطمئنان على صحة الكوادر الميدانية لفريق قطر الخيرية، قامت قطر الخيرية وبشكل مباشر بالتدخل لمساعدة الأخوة المتضررين نتيجة الزلزال، فقامت بإعداد الوجبات الجاهزة وطهي الطعام، تقديم الوجبات للأخوة المتضررين. كما قامت قطر الخيرية بإرسال من العديد من الشحنات إلى الداخل السوري من المساعدات الخيرية. تتضمن هذه المساعدات تقديم الخيم والألبسة الشتوية والسلل الغذائية وأيضا الأدوية والحليب الأطفال والسلل الغذائية. سيتم توزيعها بإذن الله على الأخوة المتضررين في الشمال السوري. أي شباب منهم؟ خلينا نقسم لهنيك.